نحن هنا في شوارع العاصمة كييف. هذه العائلات تحاول الهرب من المدينة والاتجاه غربا قدر الإمكان، لكنها تقول إنها لا تجد أي مواصلات يمكن أن تنقلها إلى الأماكن، أماكن القطارات أو محطة القطارات. كنا شاهدنا العديد من العائلات الأخرى أيضا على نفس السياق، هي تحاول الهرب من هذه المدينة باتجاه محطة القطارات على الأقل، مع انقطاع حركة الطيران والمواصلات البرية الأخرى، قلة الخيارات الموجودة. كل هذا يدفعهم إلى التوجه إلى محطة القطارات من أجل أن يتوجهوا غربا، يعتقدون أن الوصول إلى الحدود الغربية، أن يكونوا قريبين من دول الناتو، فهذا الأمر سيساعدهم على أن يكونوا بأمان. يقولون أيضا وفق ما تحدثنا مع بعضهم أنهم لا يصدقون أن هذا يحدث في العاصمة كييف، وأن هناك خطرا، يقولون إنه قد يصل إلى حدود الخطر النووي مع إعلان الرئيس الروسي عن وضع قوات الردع الاستراتيجي في حالة تأهب. كل ذلك يقولون إنهم لا يصدقون أن يحدث هذا. هذا هو الحال وهذا هو الوضع في شوارع العاصمة كييف. الوضع الأمني متوتر، وأيضا الحالة التجارية هي تقريبا معدومة. مشينا مسافات جيدة حتى استطعنا أن نجد إحدى البقاليات التي فتحت أبوابها. تدخل مجموعة تقول لهم ادخلوا بانتظام، يحاول الدخول وتقول يكفي سنغلق الباب الآن، حتى تدخل مجموعة أخرى. المعتز بالله حسن، الجزيرة، كييف.